أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد، بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد أن اختصر العقبات التي ترد على المريد والسالك في أمره، وهما 7 عقبات، ابتدأ يشرح هذه العقبات بالتوسع عقبة عقبة، كما نص على ذلك في بداية ذلك الشرح. وتكلم على العقبة الأولى، وهي عقبة العلم، وقال ابتدأ إن العلم والعمل، يقول إن العلم والعمل مطلوبان، إلا أن العلم ها كما يقول الإمام علي العلم حاكم ها، وبقية الأشياء محكوم عليها، والمال محكوم عليه، فالعلم هو الحاكم فيحكم على صحة العبادة. قال أشار إلى معنى عجيب غائب عن كثير من البشر ومن المسلمين بالذات، أشار إن إلى أن أعمال القلوب عليه السلام أشار إلى أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح تماما في الطلب، بل أن أفعال القلوب ها تكون من الكبائر، إذا كانت من الصفات المذمومة فهي من الكبائر أفعال القلوب. وأشار بذلك ونص وذكر بآيات قد غابت عن كثير من الناس، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتوكلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن التوكل القلبي بالقلب واجب عليك إنك تطلب تحصيل، وإنك ضده تتركه، وهكذا خلاص. وذكر إن إيه قال ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مساعي القلب. مساعي القلب أي مرادات القلب يجب أن تعلمها من التوكل والتفويض والرضا والصبر والتوبة والإخلاص وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويجب أن تعلم مناهيها التي هي أضداد هذه الأمور كالسخط أو السخط والأمل والرياء والكبر لتجتنب ذلك، فإن هذه فرائض، ونص الله تعالى على الأمر بها والنهي عن أضدادها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أو صفة الشكر، وهي دي صفات قلبية كلها. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر أمر برضه خلاص، وأمر والصبر ده عمل قلبي من أعمال القلب. وقوله وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص إليه إخلاص، ونحو ذلك من الآيات، كما نص على الأمر بالصلاة والصوم، نص على العبادات الظاهرة ونص على العبادات الباطنة الخاصة بالقلب. فما لك أقبلت على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض والأمر بها من رب العالمين والأمر بها من رب واحد في كتاب واحد، بل غفلت عنها فلا تعرف شيئا منها بفتوى من أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومن أهمل العلوم التي سماها الله في كتابه نورا وحكمة وهدى.
والنور والحكمة والهدى ده من صفات القلب ليس من صفات الجوارح. وأقبل على ما به يكتسب الحرام ويكون مصيدة للحطام، إن هو حطام الدنيا. أما تخافوا أيها المسترشد، ده خلي بالك ده نوع من المرشدين موجودين في كل عصر، الضلال ها بيضلوا الناس ويضحكوا عليهم ويظنوا إن كده هم في خير. أما تخافوا أيها المسترشد أن تكون مضيعا لشيء من هذه الواجبات بل لأكثرها، فخلي بالك المسترشد إلى يوم القيامة مطلوب إلى أن تفارق نفسه الدنيا بتحصيل تلك الصفات القلبية أكثر من الجوارح، بل تلك الصفات تستمر يستمر في تحصيلها، ممكن يبقى وصل لحيث مثلا إيه لا يستطيع أن يصلي إلا بعينيه أو بأجفانه أو بقلبه، لكن هذه الصفات تستمر معه إن هي يفضل في حال قلب إن هو بيكتسب الصفات الحميدة ويطرد الصفات النميمة أو المذمومة، يستمر ذلك معاه ولو كان فقد الصلاة وكل الحركة، طالما أنه عنده عقل يستمر ذلك في محاربة في قلب الصفات الحميدة وطرد الصفات الذميمة. طيب، أما تخاف أيها المسترشد أن تكون مضيعا لشيء من هذه الواجبات أي القلبية بل لأكثرها، وتشتغل بصلاة التطوع وصوم النفل فتكون في لا شيء، وربما أنت مصر على معصية من هذه المعاصي تستوجب بها النار وتترك مباحا من طعام أو شراب أو نوم تبتغي به قربة إلى الله عز وجل فتكون في لا شيء. وأشد من ذلك كله أنك تكون من أشر من تكون في أشر الأمل، والأمل معصية محضة نعم في أسر نعم أمر العمل لا أسر هي أسر صح. طب وأشد من ذلك كله أنك تكون في أسر الأمل أي عندك الأمل، والأمل معصية محضة فتظنه نية خير بجهلك بالفرق بينهما وتقاربهما في بعض الوجوه، إن في فرق بين الأمل ها والنية. الواحد بينوي إنه لو ربنا أطال في عمره وده سبب دخول الجنة وخلوده فيها ها من عدل الله تعالى من فضل الله تعالى، أنه لو ربنا أمد في عمره 1000 سنة هيعبد الله، بل لو أمد في عمره إلى يوم القيامة هيصر على عبادة الله، فكان ذلك الجزاء موافقا لذلك بخلودك في الجنة. ولذلك أيضا الكافر، ليه الكافر هو كفر بالله 70 100 سنة 120 200 سنة وبعدين مات، ليه يخلد في النار؟ لأنه لو استمر في الحياة لاستمر مستمرا على كفره ومعصيته لله تعالى، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، خلاص مش هيزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عاش 1000 سنة هيفضل مصر على معصية الله والكفر به، فيكون ذلك سبب مقابلا لخلوده في النار بعدل الله تعالى. طيب نعم أي لما يخلد الكافر في النار نعم لا ما هو في حاجة تانية أنت بتتكلم على الخيرات والطاعة وكده، الطاعة غير مقبولة من الكافر حلو، لكن ما عملهم من خير لا يعاقب بشر بعكسه، يعني واحد من الكفار لم يزن فلا يعاقب عقاب الزنا، واحد من الكفار لم يقتل فلا يعاقب في النار عقوبة القاتل العمد العدوان، لكن على كفره يخلد في النار. ليه؟ لأنه لو عاش 1000 سنة واستمر أكثر من ذلك فسيستمر على كفره مصرا عليه، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو يعطى أجر تلك الخيرات في الدنيا، أصل يا ربنا يسر الأمور ها حتى لا يأتي ليس له يأتي ليس له عند الله شيء، فكل حسنة يفعلها في الدنيا
يأخذ أجرها في الدنيا، حتى لدرجة يستمر ذكره. فتلاقي الكفار اللي صنعوا للبشرية حاجة ما زالوا يذكرون، البشرية تذكرهم، يستمر ذكرهم، لكن هذا حظهم من الدنيا، ليس لهم حظ في الآخرة. وأشد من ذلك كله أنك تكون في أسر الأمل، والأمل معصية محضة، فتظنه نية خير بجهلك بالفرق بينهما، أي بين الإيه، بين النية وبين الأمل، وتقاربهما في بعض الوجوه. وكذلك تكون في جزع وسخط، فتظنه تضرعا وابتهالا إلى الله عز وجل، وتكون في رياء محض، وتحسبه حمدا لله تعالى. الله الله ثانية، كل دية عبارة عن صفة مذمومة وصفة محمودة، والفرق بينهما شعرة لا تدرك، فيقع في الصفة المذمومة بعدم إدراك تلك الشعرة وجهله بإيه، معالجة قلبي. نعم، حضرتك ذكرت لنا النية، تذكر لنا ما الأمل، ما المقصود الأمل معصية، يعني الأمل الذي يأتي بعد قبل العمل، تذكر بين هو الغرور، الأمل هو الغرور، الأمل إرادة الحياة والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها، الأمل إرادة الحياة. لا طبعا، ما كل الناس عندها أمل، بس هل إرادة الحياة لعين الحياة، مش لأجل ما خلقت من أجله، خلاص، إرادة الحياة والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها، يبقى أصبح شغلك الشاغل تجمع الدنيا، شغلك الشاغل تتمتع في الدنيا إلى أقصى درجة، أصبح الهدف بتاعك إيه، هو ده، مش الهدف إنك بتتوصل بنعم الدنيا إلى عبادة الله تعالى فتكون سالك مظبوط، عرفت من لما خلقت، لا ده كده ما عرفش لما خلق. الأمل ده بمعنى إرادة الدنيا والاستمرار فيها وجمعها والتمتع بها، يظن إن التمتع بها هو كده، زي اللي تيجي العوام يقول لك إيه، أنا عملت اللي عليا، ربيت الولاد وجوزتهم واشتغلوا الحمد لله، عملت اللي عليا، كأن هو موجود في الدنيا عشان يربي ولاد، خلاص، لا، انت موجود في الدنيا من اجل عبادة الله، ها، مش من اجل تربية الاولاد، الاولاد دي ربنا هو اللي هيربيهم، ها، الرب هو يربيهم، لكن انت موجود هنا لعبادة الله، فاذا تعرضت عبادة الله مع اي حاجة اسقط الحاجة التانية عشان تبقى ماشي مظبوط، اما كأنك تقدم الحاجة التانية على عبادة الله تبقى اخطأت الهدف بتاعك، المقصد بتاعك مش مظبوط، الميزان في المقصد بتاعك مش مظبوط، منحرف. أي إرادة الحياة والبقاء لجمع الدنيا، خلاص، والتمتع بها، يبقى مراد التمتع بالدنيا، لا، كل متع الدنيا من أجل أنك أنت تروح نفسك حتى تقوى على العبادة فلا تسأم، ده المراد عند بعض السالكين كده، أنه إيه، يروح نفسه حتى لا تسأم فتستجيب وتنشط للعبادة، فالمقصود إيه؟ النشاط للعبادة، زي ما كانوا يقول مثلا يجي يخبطوا على واحد من الصالحين، فالجارية تقول هو في ورده من النوم، ناوي ينام عشان يقيم الليل، ناوي ينام عشان يتقوى على طاعة الله، هكذا، يبقى دي المقصد هنا طاعة الله، ها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فده معنى الأمل. أما النية يقولوا إيه، ده أنت ناوي كده في الدنيا أنك أنت لا، يعني يتلاعب نفسه عليه وتقول إيه، ده أنت كده قصدك ربنا مش قصدك الدنيا، خلاص، وهو مكوش على الدنيا وملئ قلبه، خلاص، ما بينظرش الى، طيب انا عايز اعرف الميزان هنا، اذا كنت انت بتقصد الله تعالى وبتخشى الله تعالى وترجو رحمته، ها، والخشيه والرجاء، الخوف والرجاء، وانك انت تطمع في ان تكون في قرب منه ومن رسوله، يبقى انت كده قلبك مظبوط، حلو وماشي. طب لو كنت قصدك الدنيا بقى وانك انت بتجمعها، ها، وبتقول اهو بالمره يبقى ايه، انا عملتها في حلال وكده، لا، المقصد الاول ايه في قلبك. وان كان قلنا في علم المقاصد ان لو وجدت نية العبادة صحت العبادة، لكن لا ثواب له الا بعد النصف، او كما قال ابن حجر الهيتمي انه يثاب بقدر ما نوى، خلاص. يبقى الامل اللي هو قصد الدنيا هي اللي شغلت قلبه، ما هو الامل احنا بنتكلم كده على مرض قلبي، ها،
ان هو ايه اراده الحياه، ان هو مش اراده الحياه، مش مطلق اراده الحياه، ما انا اريد الحياه لاعبد الله حتى الى ما لا نهايه، خلاص فاقيم نفسي في عباداته سبحانه وتعالى معنى السليم، لكن اراده الحياه لجمع الدنيا والتمتع بها، ده اللي خطا، ان هو قدم جمع الدنيا والتمتع بها على العباده، فتلاقيه بقى يقصر في العباده، يقول لك طب ما اصلي في اخر الوقت بقى مثلا، ها، او ممكن يجمع الصلوات، ويبقى ده دليل على ان ايه مش سالك مظبوط. اين يريد ان يراك الله تعالى، ان يريد ان يراك الله تعالى، ها، عند الاذان، انك بتتوضى وتصلي وتبرئ ذمتك من الفرض على الاقل اولا، في قول بانه يجب، قول عند الاصوليين انه يجب عليك في اول وقت ان تصلي، ها، يتعين، مش كده يا عمي، ان يتعين ايه عليك الصلاه في اول وقت، فتبقى مراقب، يعني المراقب لربنا ده دليل على انه هي ماشي مظبوط ان شاء الله تعالى. مراقب يعني ايه؟ ربنا عايز ايه دلوقتي؟ انا خايف من ربنا ان انا اعصيه، انا عايز ابقى انا قريب من ربنا وافضل في طاعته، يبقى كده المعنى ده، ما ده موجود في قلبك يبقى انت سالك سليم، ما فيش عندك ايه الامل ده. يبقى فرق بين النية وبين الامل ده شعرة، الفرق بين النية وبين الامل شعرة، والامل مذموم والنية مطلوبة. لجهلك بالفرق بينهما أي بين النية والأمل وتقاربهما في بعض الوجوه، إن أنت باقي عشان تعبد الله، بتعمل الحاجات دي عشان تعبد الله، فإيه المقصد الأعلى والأصل هو عبادة الله، وكذلك تكون في جزع وسخط فتظنه تضرعا وابتهالا إلى الله عز وجل، وتكون في رئ. طيب دي فرع تاني، إيه الفرق بين الجزع والسخط والتضرع؟ التضرع انك انت راضي باقدار الله تعالى بقلبك، في عمق قلبك راضي، يا رب انا راضي افعل بي ما شئت، كما حاجه العجيبه، شوف ماذا الرضا اللي قام في قلب سيدنا حاتم الاصم، كان في معركه مع الروم، ها، او مع الفرنجه، فسقط عن فرسه واعتلاه رجل من العلوج يسموه علج، اللي هو ايه اللي هو الكفار دول، وبعدين بيحط ايده يطلع الخنجر عشان يذبح، فاستحضر في النيه يا ربي انا عبدك فافعل بي ما شئت، يا ربي انا عبدك فافعل بي ما شئت، قام جه سهم راح ضرب الراجل ده وايه القى عنه، وقام ايه هو قتله سيدنا حاتم الاصم، بس انا قصدي اللحظه دي، اللحظه العجيبه دي اللي هو ايه، انا عندي رضا حتى وانا باذبح لله تعالى، ها، يا ربي انا عبدك فافعل بي ما شئت، خلاص ما نظرش بقى للسكينه وترعب وبتاع، لا ده نظر الى الله، دي حاجات عاليه بقى ما نقدرش، حاتم الاصم مش اي واحد يعني. وهكذا الشيخ العز بن عبد السلام لما جه كبير راس المماليك في مصر، قال لهم المماليك تطاولوا على الشعب وافرضوا عليهم، فرضوا عليهم ضرائب زائده، فجاء الشيخ العز بن عبد السلام قال معاملتهم باطلة، ما حدش يتعامل معهم ولا يبيعهم ولا يشتري منهم، فسمع كده أمير المماليك فأمراح قدام باب بيت العز بن عبد السلام وقال أنا هقتله وأخلص منه، وده هو كده أوقف حالنا، أوقف حاله، لا بيعهم شغال ولا حاجة ولا الضرائب بتاعتهم، أبطل أحوالهم، فإيه وطلع السيف وعلى الفرس وطرق الباب، فقال ففتح ابن الشيخ العز بن عبد السلام، ففتح الباب قال أين أبوك؟ قال بالداخل، قال ادعوه لي، وشايف الولد إن إيه أمير المماليك مطلع السيف ومطلعه من الغمد وهيضرب أبوه، قال له أمير المماليك بره وشاهر السيف وهيقتلك يا ولد، شوف بقى اللحظة اللي هينتج عنها الكرامة، يقول العز بن عبد السلام يا بني إن أباك أحقر من أن يقتل في سبيل الله، فما خرج بصله شلت يده، فضلت واقفة كده، وقام نزل مع الفرس وركع وقال له ماذا تريد أن تفعل بنا؟ عايز تعمل إيه؟ قال له أبيعكم في السوق وثمنكم وأدي بيتنا للمسلمين وأن ذلك تصح تجارتكم وبيعكم، عشان إيه أراد يهزهم يعني، فالنيات الصادقة والتوجه ده لله تعالى. العز بن عبد السلام بالمرة، ها، بما أننا ذكرناه
كان مرة في ليلة شديدة جدا، ها، رضي الله عنه وأرضاه، نايم جنب بئر والدنيا تلج، فاحتلم، نزل في البير واغتسل وطلع نام تاني، احتلم، نزل في البير اغتسل وطلع نام تاني، احتلم تلت مرة، فنزل في البير اغتسل وطلع، ايه بقى خلاص يعني ده خلاص الحمى تمكنت منه. فنودي أتريد العلم أم الرياسة؟ فقال لا بل العلم. ففتح عليه في العلم حتى لقب بسلطان العلماء رضي الله عنه وارضاه، وقاضي القضاء، وكان بيعين القضاء ويعزلهم رضي الله عنه وارضاه. يبقى هنا في ايه الفرق بين الجزع والسخط، ويظن ان ذلك تضرع، لا، ده في حال لازم استحضره في قلبي، وهو الرضا عن اقدار الله تعالى، واقل حاجه الصبر على الاقدار. عكس الصبر جزع بقى، عدم الصبر، عدم الصبر على الاقدار ده جزع، زي العوام والعياذ بالله والعياذ بالله، اعوذ من قولهم، يقول ليه يا ربي كده، انا ما عملتش معصيه، وانت عشان لازم تعمل معصيه عشان تبتلى، هو يبتليك بما شاء سبحانه وتعالى، ها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فعلنا الرضا بالأقدار، وده أهم حاجة، أو أقل درجة الصبر على الأقدار. إذا ما صبرتش تبقى جزعت، والجزع محرم، خلاص، اللي هو المعنى القلبي اللي قد يكون نتج عن مثل اللفظ اللي أنا قلته ده اللي بيقوله العوام، خلاص، ده مش مراد قلبي، لا، ارضى، ارضى بقلبك واكتسب. خلي بالك إن الأشياء دي اللي هي الصفات الحميدة أنت مكلف بأن تكتسبها، زي الإخلاص واستحضار النية والرضا والصبر، كل دي أنت في إمكانك أن تكتسبها وتحصلها، خلاص، زي ما بتقوم تصلي وتتوضأ وكده، في إمكانك أنك تقوم تصلي وتتوضأ، في إمكان تحصيل هذه الصفات الحميدة وطرد وأن تطرد الصفات المذمومة. فده ولذلك أنت كلفت بذلك، ها، ما تفكرش انك انت قلبك كده متروك على البحر، لا، ده انت مفروض تربي قلبك. وتكون في رياء محض وتحسبه حمدا لله سبحانه وتعالى، او دعوة للناس الى خير، فتأخذ تعد على الله سبحانه وتعالى المعاصي بالطاعات. طيب قبل ايديا، طيب، وتكون في رياء محض، إن عندك مراقبة للناس واعتبار لهم، خلاص، إيه اللي بقى اللي يبين لك إنك أنت ما عندكش مراقبة للناس واعتبار لهم؟ أنه إذا أتت سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة المطهرة، وجدت إن في شيء يعترض عليه الناس، فوجدت نفسك بتفعل هذا الشيء، دليل على إنك ما عندكش رياء. أهو مثلا زي لعق الأصابع، زي أكل اللقمة إذا سقطت، ها، لعق القصعة، ها، قد أفعله في بعض الأحيان، لكن إيه، أنا بحبه، ولو بحبه ما عملتوش، يبقى أنا هنا إيه، مش ملتفت للناس، أي إن أنا مراعي، وإن كنت ما عملتوش من أجل الناس، لكن ما عملتوش عشان إيه، حتى لا يستقبل الناس سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، أو يحدو يتهم السنة، خلاص، فما عملتوش عشان كده، ها، أتريدون خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فأنا ما عملت عشان كده. لكن لما أكون مع الحبايب بلعق أصابعي والعق القصعة وأعمل كل السنن بقدر إمكاني، يبقى ده محب، ده محب، يبقى كده هو عنده إيه، لو ترك هذا من أجل الناس تركه حتى لا يتهم الناس السنة بالاستقذار، وإن كان ما فيش استقذار أبدا، خلاص. فإذا كنت بتقدم سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواك، يبقى هنا ايه الحديث بقى، ايه، ليؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم، فيقدم هوى النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه ولو في قلبه، ما هو الهوى ده حال قلبي ايضا، خلاص. لكن واحد ده بيراقي الناس ممكن يعمل السنه دي مراعاه للناس، لان قاعد مع مجموعه بتعمل السنه، ده بيراقيهم بقى كده، وما يبقى في الخلوه ما يعملش السنه دي، اقول له لا، ده انت كده في رياء بقى، واضح انه ترك السنه في الخلوة وعملها أمام الناس، لأن الناس حتى يقول ده متسنن وده مواظب على الطاعات وده تقي ورع، لا. وتكون في رياء محض وتحسبه حمدا لله سبحانه وتعالى، أو دعوة للناس بالأعمال الصالحة أو ظواهرها، أو دعوة للناس إلى الخير، فتأخذ تعد على الله سبحانه وتعالى المعاصي بالطاعات. شيء بيبقى رياء، ما هو الرياء ده حرام ومعصية، بتفتكروا انت طاعة، خلاص، بانك رعيت الناس،
فإذا وصلت إلى حال أنك لا تترك للناس شيئا ولا تفعل من أجلهم شيئا، ده بسيط ممكن يكون من أول درجات إيه نفي الرياء، أنك ما لكش دعوة بالناس، خلي الناس وخليك مع الله ورسوله، خلي نفسك من الناس، اترك الناس وخليك مع الله ورسوله، فتدور حيث أراد، تدور مع الله ورسوله وتترك الناس بس. أصل هي العملية عملية إيه؟ عملية حمار جحا. عارفين حمار جحا؟ جحا. بس نقولها اللي مش عارفين، ان مفيش حاجه تعجب الناس مهما تعمل، مفيش حاجه تعجب الناس، هتلاقي ناس تعترض عليك في اي حاجه، اللي بيتسنن يعترضوا عليه، واللي ترك السنه يعترضوا عليه، وكل حاجه. فجحا كان عنده حمار، فركب هو وابنه الحمار وماشيين في السكه، سمع الناس بتقول ايه، شوف الراجل الظالم تعب الحمار واجب هو وابنه عليه، قام نزل من الحمار وساب ابنه راكب على الحمار، قالوا شوف الولد القليل الادب، تخيل جعل ابوه يمشي بجواره وهو يركب الحمار، قام راح منزل ابنه وركب هو الحمار. قام قال له شوف الولد، شوف الاب اللي ما عندهوش رحمه مخلي ابنه يمشي جنبه ها وركب هو الحمار، قام نزلوا هما الاثنين مع الحمار، قام قال له شوف الاثنين مجانين ماشيين ومعاهم حمار يركبوه. فما حد مش هتخلو من الناس من جميع الصور، خلاص فاترك، خلي نفسك من الناس وخليك مع ايه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت بتفعل معاصي وهي الرياء لأنه معصية ومذموم وحرام، وتظن نفسك فيه إيه؟ إخلاص أو طاعة، وتحتسب الثواب العظيم في مواضع العقوبات، بتظن إن الرياء ده ها في ثواب عظيم ها، لكن إيه الحال القلبي، قلنا إيه فرق بين الرياء وبين الإخلاص يعني، فتكون في غرور عظيم وغفلة قبيحة. أيوة أشار إلى المعنى اللي بيؤدي إلى إنك تحس إنك صحيح ولا مش ماشي مظبوط، غفلة قبيحة إنك غافل عن الله، لكن المراقب اللي هو بيراقب الله في أحواله خلاص يبقى ده سالك مظبوط وما فيش عنده غفل خلاص. ما الواحد خايف على نفسه برضه عايز يعرف المقياس، المقياس إن في مراقبة لله، يبقى أنت ما فيش غرور ولا غفل خلاص. فهذه والله مصيبة فظيعة للعاملين من غير علم. علم ايه؟ علم القلوب ده. فهذه والله مصيبة فظيعة للعاملين من غير علم. قلنا ان امراض القلوب اشد من امراض الجوارح. ثم مع ذلك كله فان للاعمال الظاهرة علائق من المسائل الباطنة تصلحها وتفسدها. تكلم عن الأعمال الباطنة وأظهر مدى عظمها وأنها قد تكون أعظم شأنا من الأعمال الظاهرة. وبعدين ثم إن مع ذلك كله فإن للأعمال الظاهرة معلائق من المساعي الباطنة تصلحها وتفسدها، كالإخلاص والرياء والعجب وذكر المنة وغيره. فمن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجوه تأثيرها في العبادات الظاهرة وكيفية الاحتراس منها وحفظ العمل عنها، فقلما يسلم له عمل الظاهر أيضا، فتفوته طاعة الظاهر والباطن، ولا يبقى بيده إلا الشقاء والكدر. وهذا هو الخسران المبين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلم: إن نوما على علم خير من صلاة على جهل، فإن العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. والمعنى والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إحدى شقوتيه ألا يتعلم العلم ثم يشقى ويتعب في العبادة على خبط، فما يكون له من ذلك إلا العناء، والعياذ بالله تعالى، من علم وعمل لا ينفع. ولهذا عظمت عناية العلماء الزهاد العاملين رضي الله تعالى عنهم بالعلم خاصة من بين سائر الناس، فإن مدار أمر العبودية وملاك العبادة والخدمة لله رب العالمين على العلم. وهكذا يكون نظر أولي الأبصار وأهل التأييد والتوفيق،
فإذا تبين لك بهذه الجملة أن الطاعة تحصل للعبد ولا تسلم له إلا بالعلم فيلزم إذن تقديمه في شأن العبادة. طيب. ثم مع ذلك كله فإن للأعمال الظاهرة علائق من المساعي الباطنة، أي من أعمال القلب، من أعمال القلبية الباطنة تصلحها وتفسدها، كالإخلاص يصلح الأعمال الظاهرة، خلاص إنما الأعمال بالنيات، والرياء والعجب يفسد الأعمال الظاهرة، فيكر الرياء لو كان اقترن بأصل العمل على البطلان، وإذا اقترن أثناء العمل يكر بالتحريم مع صحة العمل وعدم الثواب عليه، والعجب وذكر المنة وغيره، ذكر المنة على الغير، يعني بأنك أنت إذا أعطيت أحدا حسنة أنك أنت تمن عليه بذلك. فمن لم يعرف هذه المساعي الباطنة ووجوه تأثيرها في العبادات الظاهرة وكيفية الاحتراس منها، ها اللي هي الأمراض القلبية، وحفظ العمل عنها أن تبطله أو تنقصه أو تأتي عليه بالإثم مع الصحة، فقد لما يسلم له عمل ظاهر أيضا فتفوته طاعة الظاهر والباطن في الحالتين. وده شأن العوام الذين لا يرقبون الله تعالى ولا يرقبون أحوال قلوبهم، لكن كثير من العوام ربنا بيوفقه كده بدون حاجة. لكن والإمام الغزالي يرى أن علم الباطن ده فرض عين على المكلف، لأنه لا يدري أنه مصاب بالأمراض دي أم لا. في الإحياء قال كده أنه فرض عين، علم أمراض القلوب من فروض الأعيان، يجب على كل إنسان أن يتعلم أمراض القلوب المهلكات عشان ينظر ويبحث المقياس. الإحياء قائم في باب المهلكات على هذا الأمر، أتى بما يقرب حاجة و50 مهلكة من الآفات، آفات القلوب، وابتدأ يشرح كل واحدة ويجعل لها ميزانا تقيسه على نفسك، موجودة ولا عندك ولا لا، وبعدين لو كانت عندك كيف العلاج، ولو ما كانش عندك تحمد الله على براءتك من تلك الآفة المذمومة. طيب. فقلما يسلم له عمل الظاهر أيضا فتفوته طاعات الظاهر والباطن إذا هو لم يهتم بإصلاح الباطن، ولا يبقى بيده إلا الشقاء والكدر، وهذا هو الخسران المبين. الكدر هو عكس الصفاء، أي الشدة في العمل، شدة العمل مع عدم نتيجة فيه. ماشي، مكتوب نسخة الشيخ من غير رأي، من غير رأي كد. جميل، صح، في نسخة والكد. اي نوع بيشد في شدة في العمل لكن ما فيش نتيجة، خلاص. والكدر ايضا معنى صحيح، الكد بمعنى ايه؟ ان هو يجتهد ويبذل جهد شديد ويجهد نفسه ولا نتيجة، ده الكد، خلاص. والكدر ان هو بعد كده لم يجد صفاء بينه وبين الله تعالى، انما وجد الشقاء، وهذا هو الخسران المبين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة العلم: إن نوما على علم خير من صلاة على جهل. فإن العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. بقية الحديث قال الشارح: فقد يظن المبطل مصححا والممنوع جائزا كما قاله العزيزي. يبقى رواه الجامع الصغير للسيوطي وعلى شرح الامام العزيزي، ورواه ابن عيم في الحليه باسناد ضعيف، وذكره الجلال السيوطي في اللباب بلفظ: نوم العالم افضل من عباده الجاهل.
أي نوم العالم الذي يراعي آداب العلم أفضل من عبادة الجاهل الذي لم يعلم آداب العبادة. وعلله المصنف، يبقى الحديث إيه؟ فإن العامل ده الحديث انتهى، فإن العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، ده مش من الحديث. لكن إذا الحديث ده شكله كده الواحد أول ما يسمعه يحسبه موضوع، لكن الحديث أصلا ضعيف، موجود وارد في أبو نعيم في الحلية والسيوطي في اللباب، وقال العزيز إنه ضعيف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم إنه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، وهكذا رواه أيضا أبو نعيم في الحلية وأبو طالب المكي في القوت والخطيب وابن القيم وغيرهم موقوفا، ورواه أبو نعيم في المعجم وابن عبد البر مرفوعا، وقال في آخره وهو حديث حسن. الله. والمعنى والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إحدى شقوتيه ألا يتعلم العلم ثم يشقى ويتعب في العبادة على خبط، فما يكون لهم من ذلك إلا العناء. يشقى شقوتين، شقوة بعدم التعلم وشقوة بعدم صحة العمل أو نقصانه، أو صحة العبادة ونقصانها، فما يكون لهم من ذلك إلا العناء اللي هو الكد يعني، والعياذ بالله تعالى من علم وعمل لا ينفع. ولهذا عظمت عناية العلماء الزهاد العاملين رضي الله تعالى عنهم بالعلم، خاصة من بين سائر الناس بيعتني العلماء يعتنوا بالعلم، وخصوصا ايه هذا العلم القلبي الذي يورث الخشية والخضوع والذل والعبودية وتحصيل الصفات الحميدة وترك الصفات الذميمة، اليقين اليقين الإيمان، ها وهكذا مراتب الإيمان ومراتب اليقين هي من علم القلب أيضا. فإن مدار أمر العبودية وملاك العبادة والخدمة لله رب العالمين على العلم، دل عليه المدار. وهكذا يكون نظر أولي الأبصار دول العلماء العاملين الجهاد وأهل التأييد والتوفيق، فالذين أيدهم الله ووفقهم يبقى يحمد الله على نعمة إيه؟ التأييد والتوفيق، أنه أنار بصيرته وكشف عنها بأنه إيه؟ كان ناظرا إلى الله تعالى مراقبا له، ها؟ متعلما حتى إيه؟ ينتهي عما نهى الله عنه في الظاهر والباطن، هو يأتمر بما أمر الله به في الظاهر والباطن من الصبر في الباطن، من الصبر والشكر والحمد على النعمة وما إلى ذلك. فإذا تبين لك بهذه الجملة أن الطاعة تحصل للعبد ولا تسلم له إلا بالعلم، فيلزم إذن تقديمه في شأن العبادة. يلزم تقديم العلم في شأن العبادة. وأما الخصلة الثانية التي توجب تقديم العلم فهي أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته. الله ومهابته. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مهابته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته، فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه، فصار العلم يثمر الطاعات كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى. وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، فعليك بالعلم أرشدك الله. طب وكذا انتهى من الخصلة الثانية، وبعدين أبدأ عليك بقى. قال وأما الخصلة الثانية التي توجب تقديم العلم أي على العمل، فهي أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي في فرق بين العلم والمعلومات كما يقول سيدنا نور الدين. المعلومات تعرف معلومات زي ما أنت عايز، لكن ما أورثتش خشية، يبقى دي معلومات
ما حصلش منها علم. فإذا وصل إن المعلومات دي أورثت خشية هو ده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن من لم يعرفه سبحانه وتعالى حق معرفته لم يهبه حق مهابته، ولم يعظمه حق تعظيمه، وحتى من حق تعظيمه ومعرفته وحرمته خلاص. ولذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك العلم، علم أن إيه؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. خلاص عجزنا عن أن إيه؟ نصل للعظمة. فكل ولذلك كلما تنكشف ها تعرف العجز، كلما تنكشف لك المعلوم ينكشف لك العلم بالله تعلم عدم إحاطتك بالله، فتكون وصلت إلى إيه؟ أن معناه عدم الإدراك هو عين الإدراك لذات الله تعالى. واضح؟ كلما إيه؟ كل إنسان من المسلمين بيحاول أن يدرك الله تعالى، عايز يلم بالخالق سبحانه وتعالى، فكلما بيزداد عدم بيزداد إدراكه يزداد عدم إدراكه، يعرف أنه جاهل زيادة، يعرف أنه جاهل بالله زيادة، ويسأل الله التقريب وأن يقربه إليه ويعلمه به، يعلمه بالله تعالى. فكلما يزداد علم يزداد إيه؟ أنه يعرف أنه لم يعلم شيئا، فيكون عين الإدراك هو عدم إدراك الذات. واضح؟ ولكن هيدرك الصفات والأحوال والأفعال بتاعت الله تعالى في الأكوان، فيزداد بها إيمانا، ويزداد بها أنه يعلم أنه غير أنه جاهل، ويزداد إحساسه بالجهل. فكلما ازداد إحساسك بالجهل عن الله تعالى في ذات الله تعالى، يبقى أنت ازددت إيمانا وازددت علما. خلاص؟ كعدم الإدراك هو عين الإدراك كما قلنا. وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه، لم يخاف من الله تعالى حق مهابته، ولم يعظمه حق تعظيمه. اللي مش هيعرفه مش هيخاف منه، واللي مش هيخاف منه مش هيعظمه، يبقى كده وخلاص مرعاة. ولم يعظمه حق تعظيمه، فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه، أو يعرفه ويهابه ويعظمه. خلاص؟ لما لما يعرفه هيهابه، وما يهابه هيعظمه. وبعدين يبتدي ينتقل إلى إيه؟ المعنى العجيب، وهو إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعرف بقى معنى الرحمة، إن أنا ربنا هيرحمني كده من حول من ولا قوة، أنا الأصل فيه إن أنا أخش النار، وهو ربنا هيرحمني بقى وخلاص. ها؟ فهي إيه؟ يميل إلى الرحمة، والرحمة تجلب المحبة، فيحب ربنا لأنه هيرحمه، ويستمر في الرقي، والمحبة دي أعلى درجة توصلك إلى الله بأقصر طريق، اللي هو طريقة النقشبندية، طريقة المحبة. فصار العلم يثمر الطاعات كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى. إن كده ما يحصل عندك العلم بالله تعالى، يترتب عليه المهابة، يترتب عليه التعظيم، يترتب عليه المحبة، ها؟ يبقى إيه؟ تبص تلاقي النفس نشطت على العبادة بدون ثقل، فتنشط على العبادات الظاهرة وتستحضر الأحوال الباطنة وأنت تفعل العبادات الظاهرة. وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله تعالى سبحانه وتعالى. اللهم اكبر الله اكبر.
نكمل المرة القادمة والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. في أسئلة؟ ماشي. نعم. بالنسبة لمعنى عقب، يعني عقبة العقبات سبعة. العقبة الموانع التي تعترضك عن الوصول وعن السلوك، عن السلوك والوصول. موانع. موانع. العقبة هي المانع. عاملة زي الإيه المطب كده العالي. تيجي وأنت بطالع بالعربية تلاقي العربية وقفت. إيه ده؟ عقبة مطب، ها خلاص، مانع، مانع من الوصول، ماشي، موانع من الوصول إلى الله تعالى، موانع من أن تصل إلى المراد من لب العبادة وتبقى أنت تقيم نفسك في العبادة ظاهرا وباطنا منضبطا، ها، فدي موانع كلها. خلاص، أول مانع العلم، ما عندكش علم بالعبادة أصلا، يبقى كيف تصح العبادة؟ هتصح إزاي؟ يجب على أن العبادة تطير إلى الله تعالى وتقبل بجناحين، ها، العلم والإخلاص. خلاص، فتكون عالم بالعبادة، تعلم المبطلات، تعلم المصححات، الأركان، كقاعدة اللي أنا بقولها في الأصول إيه، الأركان، تعلم الأركان والواجبات والشروط والأسباب، وتعلم الموانع. خلاص، تعمل رؤوس المسائل دي من لا يغر فيها بالجهل، ماشي، واحد صلى وبعدين مبقاش مثلا ما بيمسحش راسه او وهكذا مثلا، يبقى فقد ركن من اركان يبقى كيف تكون صلاته صحيحه؟ لان دي حاجات ضروريات الوضوء. نعم، ايش ده؟ تفسير الرحمن الرحيم مره اخرى، وعلى كده بالمحبه والتعظيم والمعرفه، تمام، ان الناس بيغيب عنها معنى عالي جدا، بس المعنى ده لو ظهر قد يجره إلى الوقوع في التقصير في الأعمال. إن الأمر كله مبني على رحمة الله تعالى. من يدخل أحدكم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل. فلذلك قالوا حتى من أنت وصل إيه؟ قالوا من أعظم الآيات آية إيه هو؟ ولكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تيجي تفسيرها يقول لك من أعظم الآيات التي تتلى، تلاقيها في الأذكار كتير. خلاص، وبعدين تلاقي الفتحة فيها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، رجع تاني للرحمن الرحيم، ان الامر كله مبني على الرحمه بس، كل حاجه رحمه من عند ربنا وفضله بس، مفيش حاجه ايه بعملك ولا اي حاجه. بس قد يفهم زي كده فيؤدي الى تقصير الاعمال. ولذلك الامام احمد بن حنبل اثنى على الجنيد، على الجنيد ولا على الحارث، اثنى على الحارث بن اسد المحاسبي، ونهى الناس ان هم يجلسوه، لان الحارث كان بيظهر ايه، انت بتعمل عمل وبعد كده افقد انك انت عملت العمل، انت ما عملتش حاجه. قد يجر ذلك الناس تفهم غلط وتقول لا ما تعملش، لا ده مقصود ان توفيقك للعمل كان من عند الله تعالى بس، لكن اعمل، واضح؟ هم يفهموه غلط، فنهى الناس انها تجلسه رغم ان هو يجلس ويبكي، يجلس للحارث بن اسد المحاسبي ويبكي من كلام سيدنا الامام احمد، ونهى الناس على ان تسمع الحارث. ليه؟ لانه قد يؤدي الى ترك الاعمال وعدم الاعتماد او عدم كده، لكن شان العوام ان هو ولو اعتمد على العمل ماشي حلو، خليك كده حلو، ها، واحمد ربنا على التوفيق للعمل وما الى ذلك بس. طبعا يقينا.